الرئيس السيسي يستعرض تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. الرئيس السيسي يتابع موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية وأيضا برامج التعليم المجتمعي. مصر تشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا لإعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة. السابعة مساء في القاهرة، موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من رؤساء الجهات المعنية، وذلك لاستعراض تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. هذا وقد وجه الرئيس السيسي بالتطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لمواكبة التحول الرقمي بالدولة. كما وجه الرئيس السيسي بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجاري بمكاتب البريد لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي ومستشار الرئيس للشؤون المالية لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية وأيضا برامج التعليم المجتمعي. ووجه الرئيس السيسي بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية ويبلغ عددها 10,000 حضانة. كما وجه الرئيس بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية. أيضا وجه الرئيس السيسي بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار 1,000,000,000 جنيه. صرح وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي بأن مصر سوف تشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعدما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يعقد تنفيذا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي التي عقدت على مستوى القمة، وكذلك اجتماع وزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاثة والذي عقد يوم 16 من أغسطس الماضي، والذي كلف الدول الثلاثة بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة. وقد أكد وزير الري أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة. هذا وقد أعرب عبد العاطي عن تقديره للجهد الذي تبذله جنوب أفريقيا في رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذي توليه لهذا الملف الحيوي الذي يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها. أطلقت وزارة الصحة والسكان 4 قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة للكشف والعلاج مجانا في جميع التخصصات الطبية، وذلك على مدار اليوم والغد بمحافظات الدقهلية ومطروح والمنيا والبحيرة. أفاد مصدر أمني أنه قد تمكن فريق العمل من العثور على فتاة بورسعيد المختفية بتاريخ 24 من أكتوبر الجاري، والذي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي. هذا وقد أوضح المصدر أنه قد تبين هروب الفتاة من منزلها عقب تعرفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شاب من منطقة حلوان بالقاهرة، ولسوء معاملة والداتها اتفقت معه على مقابلاته بميدان رمسيس بالقاهرة. وأوضح المصدر أن الفتاة قد أقامت مع والدة الشاب بأحد مناطق حلوان، هذا وقد استهدفتهما الأجهزة الأمنية وتم ضبطها وقررت بتركها مسكن والدها بمحض إرادتها لسوء معاملة الأسرة لها. وأضافت الفتاة بعدم تعرضها لثمة مكروه. أنا اسمي عمر أحمد عمر، ساكن في القاهرة في حلوان، وأنا شغال في محل بضايع وفي ثالثة ثانوي صنايع،
وانا اعرف روان بقالنا 4 شهور مرتبطين عن حب، وهي اتصلت بيا يوم السبت قالت لي انا هاجي عشان اهلها، هي مش مستريحه مع اهلها وضربوها وكده وهي مش مستريحه معاها، فهي جت قعدت عندي يومين وبس. هو ده كل الحكايه. اسمي روان السيد احمد حلمي، في تالتة ثانوي في بورسعيد في مدرسة الرضا الأنصارية. نزلت يوم السبت كان في خناق طول متضايقة من البيت وكده، فكرت إن أنا مش هرجع البيت تاني، وركبت القاهرة ونزلت أعرف واحد عمر شاكر هنا في القاهرة، مبقتش عارفة أعمل إيه. وأنت اتصلت بيه وقال لي طب اركبي المترو وأنا هجيلك، ركبت المترو وجالي. بعد كده رحنا عنده البيت، مامته كده كانت موجودة بس، فضلنا أو قعدت عنده البيت. انتهى موجز 7 مساء من تلفزيون النهار، دمتم بخير وإلى اللقاء.